بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في هذا اليوم الكبير هنا في إشبيليا وفي الملعب الأولمبي لا كارتوخا، الذي سيكون شاهد عيان هذا المساء على قمة ستجمع بين برشلونة وأتلتيك بلباو في حساب كأس السوبر الإسبانية. نحن وإياكم هذا المساء على موعد مع مباراة بالتأكيد للتاريخ في غاية الأهمية لكلا الفريقين من أجل الانتصار والفوز بلقب مهم لبرشلونة، مهم أيضا لأتلتيك بلباو. ونحن وإياكم سننتظر بطبيعة الحال مباراة كبيرة كان فيها الكثير من الكلام قبل انطلاقتها في وجود مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي. كان الكلام كثيرا حول وضعية برشلونة في هذا النهائي وإمكانية مشاركة ليو ميسي في هذه المباراة. كل التحية لكم أينما كنتم عبر كي اس اي سبورتس. الأجواء التي تسبق انطلاقة المباراة التي نأمل أن نستمتع وإياكم بحول الله تعالى في هذا الملعب الجميل. كل تلك الملامح والمشاكل والعشوائية، الباب الذي فتح للعشنية لمونيين، مونيين على جهة اليمين كابا عرضية لويليامز، الدفاع يتدخل، الإبعاد على مرتين من عناصر برشلونة، والحكم بعد ذلك يحتسب خطأ لمصلحة أول غارسيا، محاولة للباسك على الجهة اليسرى ولكن التغطية من جانب ديست، وبعد ذلك الكرة تبعد أمام بالنسياغا إلى رمية جانبية عليه، كرة على ناحية اليمين ديمبلي يصل فيها تسلل على ديمبلي، فيها تسلل على ديمبلي مرة ويليامز تمريرة لكنها بعيدة عن الكل، وتير شتيغن يؤدي والتدخل أمام بدري، وبعد ذلك الكرة للأمام فيها خطأ على الإنجلي، انذار على ما يبدو، نعم انذار على الإنجلي، هجمة كانت مرتدة واعدة لويليامز، سرعة عادت باتجاه راؤول غارسيا، تمريرة من تسلل على ما يبدو، تسلل على ما يبدو، نعم عليك يا ويليامز، تسلل على ويليامز. أربعة أهداف مقابل لا شيء كان لأدوريث، ثلاثة منها أترك في شباك برب لمصلحة أتلتيك، عرضية من بولنسياغا خطيرة تبعد من راوخو، وبعد ذلك لا تلعب لكن فيها تغطية راؤول غارسيا، خلفية سهلة إلى تير شتيغن، سيخيم على الأجواء بدون أن نشاهد فرص حقيقية على المرمى في الدقائق الماضية مع بعض الانتظار إلى الشرارة الأولى في هذا النهائي. مونيين يلعب كرة عرضية يبعد هجري لمصلحة البارسا باتجاه بدري، لكن التغطية الإبعاد بعد ذلك من يقدم الإضافة في المستقبل، هذا الأول مرة اليوم يكسب خطأ ميسي، نعم خطأ لمصلحة ميسي على مونيين، على بعض اللاعبين البارعين في الكرات الهوائية، عرضية مرت من الجميع سهلة لسيمون، سهلة من سيمون إلى حارس المرمى ونايكا، مرت من الجميع إلى كابا، كابا داخل منطقة تسديدة، يا الله أول كرة ستكون الشرارة الأولى في هذه الأمسية، كرة عرضية مرت من الجميع، بوسكيتس أخطر كرة في الدقائق الماضية كانت من كابا، حلوة باتجاه ديمبلي خطيرة لبرشلونة، غريزمان بعيدة على أنتوني بعيدة وصك، حلوة البيدري ديونج، تمريرة جميلة باتجاه ألبا، العرضية فيها أيضا، هذا الحكم مانزانو سبق وأن طرد الإنجلي، كرة تعود على الجهة اليمين، مرة ديمبلي عرضية المين سهلة بعد ذلك مرة أخرى، الكرات بين عناصر أتلتيك، كابا يحاول أن يمر لكن أيضا باو، هذه كرة على الجهة اليمين عند ديمبلي مر ديمبلي أمام تغطية بلمسة باتجاه ليو، محاولة تسديد كرة قوية لكنها عالية، وبعد ذلك إلى ضربة مرمى. حلوة اللقطة الماضية لبرشلونة، هي أول فرصة، الله التمريرة لألبا وكرة لميسي وغريزمان، الضربة الأولى، الضربة الأولى للبارسا عن طريق غريزمان، الله 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 الله، هذا شيء من برشلونة، هذا شيء من برشلونة، ظهر لنا في لقطة واحدة بعد عمل جماعي كبير، يا لها من تمريرة كانت رائعة من ليو للظهير الأيسر جوردي، رقصة الفرح هي اللقب يا غريزمان، لم يكن في تسلل على ديمبلي، هنا 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 التمريرات، هنا اللمسات، ليو لمصلحة جوردي، عكس الاتجاه باتجاه ميسي، الضرب ويليامز على حدود المنطقة، ويليامز كرة عرضية خطيرة، عودة سريعة يا بلباو،
النمسا رائعة ويراها بالنهاية جميلة لأتلتيك. سريعا عادوا سريعا، ردة فعلهم كانت بعد عمل كبير في الكرة الأخيرة من مونيين إلى ويليامز، وين ويليامز؟ تمريرة لم يكن فيها تسلل، من أين ظهر لنا هذا؟ دي ماركوس، دي ماركوس. المباراة وتحقيق هذه الكأس الغالية بالتأكيد نحن وإياكم سننتظر ونتوقع الشوط الثاني يكون أكثر متعة، نتمنى أن يكون على نهاية شوط المباراة الأول، على ما انتهى عليه نهاية الشوط الأول من هذا اللقاء بإثارة وأهداف. الهدف لكل فريق مع أداء كان مقنع من الجانبين في هجمة تحت ضغط يحافظ على كرة مونيين، بعد ذلك ينجح في أن يكسب خطأ بتمريرة عداها فينيسيدور غارسيا، تسديدة لكنها عالية وبعيدة من داني إلى ضربة مرمى لحارس المرمى، على مرمى أوناي سيمون، وحالة ترقب وانتظار من الجميع. فرصة متاحة لبرشلونة بعد 7 دقائق في الشوط الثاني، ميسي يلعبها لكنها مرت بمحاذاة القائم وعدت إلى ضربة عند جوردي ألبا، لمسة إلى غريزمان على حدود منطقة الجزاء، هذه خطيرة غريزمان لكنها محاولة لقائد أتلتيك مونيين، يلعب الكرة العرضية خطيرة بالرأس وكرة في الشباك. نعم نعم لراول، العيون على غارسيا والكرة في شباك برشلونة، فعلها بالباو، فعلها بالباو. أي عرضية يا مونيين، أي ارتقاء يا راول، أي ضربة يا غارسيا في شباك البرسا، فعلها الفريق الباسكي بالضربة الثانية في هذه الليلة. الله 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 يا راول، عرضية كانت في منتهى الروعة، شوفها مرة أخرى، هل كان متسللا راول غارسيا؟ هل كان متسللا؟ الحكم يتأكد مع مساعديه، الحكم في الأخير سيحتسب تسلل. نعم يلغي الهدف بسبب وجود حالة تسلل على غارسيا، حالة تسلل على راول في اللقطة الماضية، هدف أبيض في يوم كبير لم يتم احتسابه بسبب وجود حالة تسلل على غارسيا بعد عرضية مونيين. مونيين يحاول بنفسه لكن تغطية وتدخل، يمر على جهة اليمنى، يلعب كرة عرضية مرت من الجميع، من في الانتظار؟ دفاعته، مرور، مهارة، محاولة تعدي بكرة عرضية خطيرة، وويليامز تسديدة لكنها بعيدة. ألبا يلعب كرة إلى غريزمان، خطيرة التسديدة لكن اصطدمت في الدفاع. محاولة لويليامز، لعبها لدي ماركوس، كرة عرضية صدمت في الدفاع. بوسكيتس وبفرحة لجماهير برشلونة في وجود ليو، كرة عرضية لغريزمان والثاني للبرسا من غريزمان. نعم نعم، فعل أنتوني بعد تمريرة رائعة لجوردي ألبا، الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق أنتوني. يخرج غريزمان في ليلة كبيرة في نهائي الكأس، وين هذا كله يا أنتوني؟ وين هذا كله يا غريزمان اللي لم يكن مقنعا في هذا الموسم، يظهر بشكل رائع في مباراة نهائية مهمة جدا لبرشلونة. جوردي يصنع هدف ثاني، جوردي يمرر تمريرة أخرى من ذهب لغريزمان اللي يسجل هدف الثاني لبرشلونة. شوفها في المساحة الوانتو مع ديمبلي، هل كان في تسلل على غريزمان؟ 30 دقيقة مضت، هذه فرصة من جانب مونيين، عرضية خطيرة. عادوا من بعيد، لم يستسلموا، لم يخسروا، لم يرموا المنديل بعد الباسك. الباسك لمسة عند ويليامز داخل منطقة الجزاء، ويليامز يلعب كرة يا ويليامز، يا لها من هدف يا ويليامز. الله الله، اليسرى تبقى للباسك، عرضية أخرى الباسك وكرة، يا إلهي يا لها من لقطة، فرصة كانت قريبة. اطلع لك فوق معاك،
لك تحت. ولا عارف اتيت انت فين؟ وانت كده اللي انت رايح ده غلط، لما تقع ما تصوتش. ايه ده؟ انا هادف، انا هادف.